اهلا بيكم كل متابعين ومشاهدين برنامج بنحلم نعيش، وكل مشاهدين قناه الصحه وكمان وحشتوني. زي ما انتم متعودين مني كل حلقه على مواضيع جديده والبرنامج متنوع واهدافه كتير جدا. النهارده عندنا اكتر من موضوع يهم الاسره المصريه، بس قبل ما اتكلم عن المواضيع دي لازم اتكلم عن حاجه حصلت، حادثه اختطاف عن بنتين في محافظه المنصوره. تم اختطافهم من يوم الاحد ولحد دلوقتي ما رجعوش. البنتين دول شاديه ابو السادات ونسمه فرج. البنتين دول اتخطفوا من يوم الاحد ولحد الان ما رجعوش. ارجو من الساده المسؤولين، شاديه ابو السادات دي صوره البنت، يا ريت تشيل اسمها عشان الصوره تكون واضحه. دي صوره شاديه ابو السادات، والصوره الثانيه صوره نسمه، ودي نسمه فرج عبد النبي زي ما انتم شايفين. ارجو من الساده المسؤولين، ارجوكم ارجوكم قبل الناس دي ما ترجع جثث، اتمنى اتمنى ان انتم تكونوا دول بناتنا كلنا، مش بنات المنصوره بس، دول واجعين قلوبنا كلنا، كلنا هنطمن لما يرجعوا لاهاليهم. تاني حاجة أنا عايزة أشكر ولادنا اللي احنا عايشين وهم بيموتوا من أجل إن احنا نعيش، جنود الوطن، الجندي الشهيد أسامة حمدي، واللي فخورة جدا بوالده، والده رجل عظيم. مش عارفة أوصف لكم احنا بنكون حاسين بإيه لحظات الفراق، لكن لحظة الفراق بالنسبة لأبو الشهيد كانت مختلفة كتير عن فقداننا احنا كحد ما بنفتقد حد عزيز علينا. فقدان الشهيد رد فعل الاهل بيكون غريب لبعض الاحيان، لان هم بيبقوا ضامنين الشهادة والجنة لابنهم. رحمة الله على شهداء الوطن جميعا، وبشكر اهل الصعيد واهل نجع حمادي وقناة الساعة وقناة الصعيد على تكريم الوالد، والد الشهيد أسامة حمدي. بشكركم جدا على تكريمه. بتمنى من ربنا ان احنا كلنا نتلقى الشهادة بهذا الوضع، نتلقى الصدمة اللي موجودة لينا من شهادة ولادنا دول. جنود الجنة ودول رايحين على الجنة بدون حساب. شهداء الوطن، رحمة الله على شهداء الوطن جميعا. أنا هروح لفيديو نشوف أبو الشهيد قال إيه. أبو الشهيد قال حاجة غير متوقعة جدا لفراق ابنه. أبو الشهيد قال النهاردة فرح ابني، النهاردة فرح ابني. نروح للفيديو. الأمر معاه مرتاح، الأمر معاه. أنا بقول ولدي الهد عريس وانتوا جيتوا زفتوه، بارك الله فيك وعليكم، ويتردد لكم ان شاء الله يوم حجكم. السلام عليكم. ما تعبش يا دكتور حاج، سيدنا النبي ما يجروه بالله يا حسين. يا حاج عامل ايه؟ الحمد لله. البقاء لله. لا ما تقولش بقاء لله، قول لي مبروك للعريس اللي هو صبحيته انهد ان شاء الله، واحضرنا فرح. هو اتجوز من حور العين. مش عايز اتجوز، هو يقول الحمد لله ان هو ابني وابن المسلمين، اتجوز نهد وصبحيته انهد. واقعد اجيب لكم ساقه، والله اجيب لكم ساقه، ومبسوط مش يعني. الله يسهل. السلام عليكم. رحمة الله عليه. شكرا للوالد العظيم اللي اعتبر ابنه من اهل الجنة شهيد. انا فخورة جدا بكل اب وكل ام بتتلقى خبر الشهادة بصدر رحب، وكلنا احنا كلنا رايحين لله عز وجل، لكن لما نروح شهداء وضع مختلف تاني خالص. ارجع لكم تاني لموضوع حلقتي النهارده، وهو عن الناس الجميله اللي بتنمي في اولادها روح. لما يكون عندك ابن عنده موهبه وبتنمي فيه روح الموهبه دي بتكبر معاه، لكن لما بتخزله وتبعد عنه الموهبه دي بتروح منه تماما.
معايا النهارده ضيوفي استاذ اشرف الديب. اهلا وسهلا. اهلا بحضرتك. اهلا وسهلا بحضرتك. بحضرتك واستاذ سلمان وليس سليمان، سلمان ربيع. اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا بيكم، نورتوني النهارده، نورتوا استوديو الصحه والجمال، نورتوا برنامج بنحلم نعيش، ومعايا الاطفال الجميله جدا اللي عملوا احلى اغنيه كسرت الدنيا، وهي اغنيه سيسي يا سيسي انت رئيسي. اهلا وسهلا بالحلوين، اهلا بيكم. احنا عندنا توأم هنا يا جماعة، عندنا توأم، عندنا محمد وكريم وعندنا رجاء، أبطال الحلوين، أبطال الأغنية. قولوا لي بقى، أنا عرفتكم أول ما دخلتوا، أول ما دخلتوا على طول عرفت إن أنت محمد وأنت كريم، صح؟ ورجاء الجميلة النهاردة الولاد الجمال دول هم أبطال النهاردة، هم أبطال اليوم، أبطال حلقتنا، أبطال الأغنية الجميلة اللي أنا عايزة أسمع منها قبل ما أروح لوالدهم والناس الجميلة اللي أبدعت فيهم الروح وأهاليهم الجميلة اللي أبدعت روح الفن عند الأطفال. قبل ما أروح للأطفال ويسمعوني مقاطع من الأغنية ونروح للأغنية، أبدأ أدردش شوية مع أستاذ سلمان. أستاذ سلمان، اكتشفت في محمد وكريم الموهبة الجميلة دي، اكتشفتها امتى؟ والله بصي، هو هي اول حاجة هما بيحبوا البلد، بيحبوا الناس، بيحبوا الروح الجميلة. تمام. فانا عودتهم ان احنا قبل اي شيء نحب بلدنا. فانا جات لي فكرة ان انا عايز اعمل حاجة للبلد، فانا قررت اعمل اغنية لنفسي، وبعد كده قلت لا انا مش هعملها لان انا ماليش في قصه الغنى والكلام ده. فانا قلت اعمل حاجه اديها للبلد، ان انا اطلع الولدين دول ومعاهم بالبيت. تمام، يعملوا اغنيه جميله. تمام. حاجه تكون كويسه للبلد ويشوفها الشعب ويشوفها الرئيس، لان احنا البلد بقى فيها تطور جميل جدا، وللاسف في ناس كتير جدا مش حاسه بالتطور ده. الناس شايفه الحاجات اللي هي الوحشه اللي بتحصل في البلد، مش شايفين الحلو اللي أحسن من الوحش. فقررت إن أنا أعمل أغنية، يعني هي جات لي فكرة، وأنا الفكرة دي كلمت الأستاذ أشرف، قلت له أنا بفكر في أغنية جميلة، أغنية دي إحنا بنفكر نديها لسيادة الرئيس. قال لي تمام أنا معاك مفيش مشكلة، وبنتي موجودة معاك، وندخلها في الأغنية ونعمل حاجة جميلة الناس كلها تشوفها والناس يعني كلها. يعني انت هنا احنا عملنا حاجة حلوة قوي. يعني ضرب عصفورين بحجر زي ما بيقولوا. الهدف الأولاني ان احنا نشبع الأطفال بمحبة البلد والروح الوطنية اللي موجودة فيهم، ونحبب ولادنا في رئيس الجمهورية وفي بلدنا، ونحيي فيهم حتة الوطنية ونزرع فيهم الحب من وهم صغيرين. تاني حاجة ان احنا نشكر رئيسنا العظيم على الخدمات اللي بيقدمها لينا، وان هو اب لينا كلنا واخ لينا كلنا، والاغنية بالفعل اتكلمت على هذا النطاق، والثلاث اطفال غنوها كويس جدا. ولكن ارجع تاني بقى الاستاذ اشرف واقول له يا استاذ اشرف، انت تعبت في الاغنية دي في ان انت بتسجل مع اطفال، تعبوكم في حتة ان هم اطفال لسه صغيرين، الكلمات برضو صعبة شوية، والحركة والكاميرا والصوت والتسجيل، اكيد تعبتوا في ده. اولا انا بنع الشهيد لنعي الشهيد نفسه، نقول البقاء لله ونحتسبك عند الله من الشهداء ان شاء الله. نرجع لموضوع الاطفال. الاطفال طبعا بالنسبة لما طلب مني ان انا اتبناهم فنيا، فوجدت فيهم فن بداخلهم، فالمفروض ان هو يخرج. طب نخرجه ازاي؟ فطبعا قبل اي تكنيك فني بيبقى فيه فكر. الفكر دوت انا اخدته على اساس ان كان فيه انجازات او ما زالت الانجازات بالنسبه لسياده الرئيس فخامه الرئيس. فطبعا فقررت الانجازات دي لازم تقابل بشكر ليه. طب نقدم الشكر ازاي؟ اذا نتعاون انتاجيا ومعنويا ان احنا نخرج عمل يليق بفخامة السيد رئيس الجمهورية. قلت كلمة هنا حلوة جدا عجبتني، وهي انتاجيا، نتعاون انتاجيا، يعني الناس دي صرفت من جيبها ومن جيبها الخاص على انتاج اغنية الهدف منها الدولة، الهدف منها محبة اطفالهم ووطنية وزرع الوطنية في قلوب اولادهم من الصغر.
شكرا ليكم بجد، بشكركم. بتمنى من كل اب وام ازاي ان انتوا تزرعوا المحبه والوطنيه في قلوب ولادكم، حتى لو على نفقتكم الخاصه، بان انتوا تعملوا حاجه حلوه زي النهارده شايفينها. الاغنيه الجميله اللي انا عايزه اسمع منها دلوقتي مقطع من الاطفال الحلوين، روحوا لي الاطفال بقى. يلا 3 2 1 يا سيسي يا سيسي يا سيسي، انا فخورة انك رئيسي، يا سيسي يا سيسي يا سيسي، انا فخورة انك رئيسي، انت بالنسبة لي يا بابا معنى للإحساس بالغلابة، جيش وشرطة يا حرب الديابة والأمان، ده شيء رئيسي يا سيسي يا سيسي يا سيسي، أنا فخورة إنك رئيسي جيش. يا كامله بشكركم كتير على الزرعه الطيبه دي والولاد الحلوين اللي انا شايفاهم، وشايفه فيهم روح الامل، شايفه فيهم بكره، شايفه فيهم مستقبل حلو جدا. اتمنى كل الاطفال تكون بنفس المستوى ده، بنفس المستوى الوطنيه والحب والفكر، الحب لوطنهم والحب لبلدهم والحب لرئيسهم والحب لبلدهم اللي بيكبر جواهم لحد ما يكبروا، واللي مش هيقدروا يعيشوا في اي مكان غير في مصر ام الدنيا الحبيبه. انا بشكركم كتير، ميرسي يا فندم، نورتوني النهارده، وميرسي على التربيه الحلوه اللي موجوده للاولاد الحلوين. لكن معانا مفاجاه النهارده، المدرس الجميل بتاع رجاء اللي علمها الشعر، كمان رجاء بتكتب شعر، والبنوته الحلوه دي عندها مواهب كتير حلوه نمتها فيها. معانا استاذه اللي علمها الشعر، اهلا وسهلا بحضرتك استاذ محمد صبري. ورحمه الله. اهلا وسهلا. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اهلا بحضرتك. أهلا وميرسي من برنامج بنحلم نعيش. سلامي طبعا للاستاذ اشرف الديب والاستاذ سلمان المكتشفين المواهب طبعا، وسلامي طبعا للاطفال الجميله اللي مع حضرتك، وسلامي لرجاء ابراهيم صادق نجمه الاهليه الاولى. على فكرة رجاء يا فندم مش بتغني وبس، رجاء موهبة شعرية كبيرة جدا جدا جدا، معروفة طبعا هنا في محافظة الدقهلية. رجاء واخدة مركز أول في الشعر على محافظة الشرقية، ورجاء يعني بسم الله ما شاء الله عليها طفلة موهوبة جدا، وكان نظرة الأستاذ أشرف ليها واكتشافها للتمثيل أو للغنى أو للكلام ده، فحاجة كبيرة جدا لرجاء. وطبعا الأطفال الجمال اللي مع حضرتك دول بنشكرهم طبعا. بشكر يعني أنا اللي بشكر حضرتك جدا، بشكر حضرتك جدا على إن أنت حد من الشخصيات الجميلة اللي علم رجاء كل ده، واللي علمها الشعر وحفظها كل البيوت الجميلة اللي هي سمعتها لنا، واللي عندها اللي خلاها عندها القدرة والقوة إن هي تغني وتقول الكلام الحلو، والقوة اللي أنا شايفاها في عينيها وفي عيون الأطفال. أنا بشكر حضرتك كتير، وبتمنى من الناس كلها إن هي تشارك الفرحة دي مع أولادهم ويكون عندهم القدرة اللي موجودة. بشكر ضيوفي، نورتوني، بشكر أطفالي الحلوين، نورتوا الدنيا، نورتوا العالم كله، نورتوا مصر. فخورة بيكم جدا، فخورة بكل حد بيحب بلده. نطلع فاصل ونرجع لكم تاني. مصر أم الدنيا وهتبقى قد الدنيا. جيشنا الأبيض ده